ولمزيد من التفاصيل حول معرض صافكس ينضم إلينا من مدينة العقبة مراسلنا يوسف أبو رمان. أرحب بك يوسف، كيف ترصد الأجواء وما هي ردود الفعل التي يمكن أن تطلعنا عليها حول ردود فعل المشاركين في هذا المعرض؟ تفضل يوسف. نعم رفاه، يستمر هذا اليوم الأول من فعاليات معرض صافكس 2024 في مدينة العقبة بمشاركة واسعة وأيضا مشاركة جماهيرية واسعة لأول يوم. يمكن أن نلخص عناوين عريضة لهذا المؤتمر، وهذا هي التظاهرة العسكرية الأوسع في العالم. إذا ما تحدثنا عن استخدام التكنولوجيا في الصناعات الدفاعية وأيضا توظيف الذكاء الاصطناعي وأيضا إلى جانب مجموعة من الاستراتيجيات والأدوات الدفاعية لأبرز التهديدات العسكرية والتهديدات الهجومية كالمسيرات والطائرات المسيرة والهجمات المسيرة عبر الطائرات، أيضا يأتي هذا كله في سياق سياسي وعسكري ضمن الهجمات المستمرة على الحدود الأردنية. شهدنا أيضا صباحا تمرينا عسكريا يحاكي هذه الإجراءات وأيضا يحاكي العمليات العسكرية في مواجهة هذه التهديدات. للمزيد عن تفاصيل هذا المعرض الأوسع ينضم معي المهندس راتب أبو الراغب مدير المشتريات في مركز التصميم الأردني جود بي. مرحبا مهندس. أهلا وسهلا فيك يا سيدي. مهندس، يعني لو تقربنا وتضعنا بصورة أوسع وأشمل لأبرز المنتجات التي جرت خلال من إنتاجات المركز الأردني للتصميم والتطوير، سمعنا عن قمر اصطناعي وأيضا عن صناعات عسكرية ودفاعية جديدة للأردن كراجمات الصواريخ ومزيد أيضا من الصناعات المميزة هذا العام، قربنا أكثر أيضا من مواضيع التي تتعلق بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. يا سيدي أسعد الله أوقاتكم وأوقات المشاهدين الكرام. الجود بي اليوم عم بعلن عن إطلاق 25 حل دفاعي ومنظومة دفاعية وأمنية جديدة بأنواع مختلفة. لأول مرة نطلق آلية السهم، وهي آلية تعمل على البطارية الكهرباء، بتعمل تقريبا 200 كيلو متر وبسرعة تصل إلى 110 كيلو متر، آلية خفيفة تكتيكية تحمل 4 أفراد بداخلها. بالإضافة إلى أيضا كمان أول مرة نطلق زورق مسير ذاتيا ويعمل على البطاريات الكهربائية أيضا، ففي توظيف للتكنولوجيا الحديثة وهي البطاريات الكهربائية اللي مطلع اليوم على زيادة المديات لها أيضا في أولى التجارب اللي أطلقناها. التكنولوجيا الحديثة اللي موجودة اليوم معانا في المركز الأردني للتصميم والتطوير، خوارزميات بالتشفير، خوارزميات بالذكاء الاصطناعي، تم تطويرها بسواعد وخبرات أردنية خلال الفترة الماضية، بتحاكي عمليات مختلفة ومتعددة في التعرف على الوجوه، التعرف على أرقام السيارات، الفيكل أكسس والدخول من البوابات الإلكترونية، بالإضافة إلى أيضا برنامج سوبر ريزوليوشن وهو برنامج توضيح الصور الخاصة، برامج أخرى متخصصة وتم دمجها بالطائرات المسيرة بحيث أنها تستطيع التعرف على الطائرة المسيرة، تعمل لها أوبجكت تراكنج وتتابعها في مواقع محددة. أيضا في عمليات التشفير أطلقنا اليوم لوكريبتر وهو نظام جديد لتشفير الملفات بحيث لا تستطيع فك تشفير هذا الملف إلا باستخدام نفس الجهاز ونفس الخوارزمية. أيضا هناك برنامج ديجيتال سبايدر وهو برنامج أوسنت يستطيع تحليل الرأي العام من خلال السوشيال ميديا. اطلقنا مجموعة أخرى من المنتجات الخاصة بالفي آر، الفي آر كل هاوس وهو برنامج يستخدم الواقع الافتراضي لعمل سيناريوهات متعددة للمداهمات المختلفة. في ايضا الاي وور بلاننج تيبل، احنا متعودين دائما يا تخطيط المعارك يتم باستخدام الطاوله الرمليه، احنا اليوم حولناها لطاوله ديجيتال تستطيع توضيع القوات، تستطيع التعرف على العوائق الموجوده واللوبستكلز الموجوده امامك، قياس المسافات، قياس الارتفاعات، بالتالي بتساعد في تخطيط افضل للمعارك. تم دمج بعض التكنولوجيات ايضا في منظومات اخرى مثل منظومه سكاي ستورم المضاده للطائرات المسيره، اصبح لها برنامج خاص بالسي 2 سيستم اللي هي كوماند اند كنترول سنتر، تستطيع التحكم في أكثر من نظام من غرفة عمليات بعيدة عن النظام. اليوم أطلقنا آلية الوحش الكاسر وهي منظومة دفاعية تستطيع من خلالها من خلال الأنظمة الموجودة عليها التعرف على التهديدات لحماية القوات والتعامل مع الهجمات اللي بتتم على القوات في الميدان أثناء الواجب، بحيث أنها تستطيع التعامل مع الطائرات المسيرة من خلال أنظمة التشويش أو التعامل معها من خلال قوة النار، معرفة المنطقة اللي تم منها إطلاق النار، أيضا فيها نظام بتعرف على المنطقة اللي تم فيها إطلاق النار، أنظمة متعددة أخرى بتستطيع أنها تكشف
العملية من أين تمت ومن وين تم عملية الإطلاق. أيضا اليوم عم نكشف عن آلية السيف، آلية عسكرية متخصصة للقوات الخاصة وقوات رد الفعل السريع، تستطيع عمل 6 أفراد بداخلها، يوجد فيها أيضا عمليات تحميل من السناق ليفل 2 والسناق ليفل 3. القمر الصناعي الأردني نشميسات 1 وهو أول قمر صناعي أردني، أعلن عن برنامج لإطلاق القمر الصناعي، سنعمل فيه على توطين هذه التكنولوجيا، على تدريب الأفراد ونقل التكنولوجيا لهم، حتى نستطيع أنه خلال الفترة القادمة والتمكن من إطلاق قمر صناعي نستطيع من خلاله عمل مجموعة من التطبيقات الخاصة بالزراعة، بالبيئة، بالمياه وبعض التطبيقات الأخرى اللي ممكن استخدامها عسكريا أيضا. اليوم المقناص وهو ميدان رماية إلكتروني حديث، بيستطيع أنك أنت تعرف مستوى الرامي وإصابته وأهدافه، هذا كله كمان بسواعد وخبرات أردنية. أنظمة التشويش بأنواعها المختلفة الثابتة والمتحركة والخاصة بالمواكب تم التطوير عليها، لأنه اليوم في تهديدات جديدة وطارئة حديثة أيضا. هذا يعني كله منتجات واسعة وأيضا منتجات كثيرة يمكن يصعب الحديث عنها خلال هذه التغطية السريعة، لكن إذا ما تحدثنا عن تصدير هذه الصناعات العسكرية وتصدير هذه السمعة العسكرية، كيف نقرأ اليوم اقتصاديا انعكاسات هذا المعرض وانعكاسات ما تم إنتاجه إلى الخارج، خاصة أن الدول المشاركة كثيرة؟ يا سيدي احنا اليوم كمان أعلننا إعلانين مهمين. الإعلان الأول بيحكي عن إنتاجنا للذخيرة المتوسطة والكبيرة من عيارات مختلفة خلال السنة القادمة، احنا بلشنا بخطوط الإنتاج، وأعلننا عن الراجمة الأردنية سايكلون وهي راجمة صواريخ بتحمل 30 صاروخ يتم إطلاقه خلال 60 دقيقة من عيار 70 ملليمتر. بالتالي اليوم امتلاكك لهذه القدرات الدفاعية بيعطي انطباع عن البلد وعن قدراتها وعن إمكانياتها وقوتك. احنا بنوظفها قاعدين في الخارج، احنا مصدر ل 38 دولة حول العالم، عنا اتفاقيات خلال اليومين الجايين راح نعلن عنها، لانه في اتفاقيات عم بتتم خلال المؤتمر، في اتفاقيات تعاون لنقل التكنولوجيا من الاردن للخارج، في اتفاقيات تعاون نقل التكنولوجيا من الخارج للاردن، في اتفاقيات ايضا خاصه بعمليات الفحص والتقييم على مركز معتمد كبير. التصدير للخارج والمنصه اللي احنا فيها اليوم بتساعدنا على ترويج منتجاتنا بشكل اكبر. أشكرك مهندس راتب أبو الراغب المدير ومدير المشتريات في المركز الأردني للتصميم والتطوير، يعني كانت هذه جزئية بسيطة من حجم معرض سوفكس، يمكن في الأيام القادمة أن نتوسع ونستعرض كل ما في هذا المعرض. إليك رفاق. نعم مراسلنا يوسف أبو رمان، لك من جزيل الشكر، كنت معنا من العقبة، وبالطبع شكرا لضيفك الكريم. شكرا يوسف.